محمد الحمدان أبو حمدان ما غيره، عنده كثير مواهب بس في موهبة حتى هي الله يحرمنا منها. أبو حمدان على فكرة متعدد المواهب، يمثل ودي جي وموديل لكم براند يعني، بس أكيد الرسم مو من مواهبه أبداً. شو رايكم أنتم في رسمه؟ أنا اليوم ما أقدر أقيم، يعني من اللوح اللي نشوفها تباع ب يعني الملايين وما نفهمها، هذه قد تكون واحدة بس رائعة. هذا وله فترة ترى ما رسم، بيكاسو حق يعني الذاكرة الحسية والعضلية عنده عالية صراحة. هذه ما يفهمها إلا النقاد والأرتستيك. هذا الرسم على فكرة أنا أقول الفن قاعد يتطور، ومين إحنا عشان نحكم من هو الفن وأي شيء يسويه؟ حمدان ولا أبو حمدان؟ أبو حمدان أبو حمدان أي شيء يسويه مضبوط أبو حمدان